ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بكم. بعد ضربات متتالية من الكتل السياسية لعبد المهدي، تحالف الصدر ينذره بفرصة أخيرة، إلى ما ترجع قفز الجميع من مركب عبد المهدي؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. كل ما يجري على الساحة هو مجرد صراع على النفوذ بين عصابات لا يعنيها الوطن ولا يعنيها المواطن. هؤلاء يتصارعون على نفوذهم وعلى مصالحهم وعلى حصصهم الشخصية والحزبية والميليشياوية في كل تصرف أو حركة، يعني في كل خطوة يخطونها. ليس للعراق حصة، الحصة الوحيدة الممكنة والمتاحة في كل خطواتهم هي مصالحهم الذاتية والحزبية والميليشياوية. الكتل البرلمانية تتحدث عن أن الأوضاع في العراق فيها تدهور مستمر وبحاجة إلى إصلاح كامل. ألم يكن العراق في تدهور منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الآن؟ لماذا الحديث الآن عن تدهور هذه الأوضاع؟ كما قلت لك، هذا جزء من الصراع الذي يدور بين هذه العصابات المتحكمة بالعراق، وإلا فالأمر كما تفضلت. التدهور الذي نشهده في العراق سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي أو الإداري أو في كل أو في الصراع السياسي، فإنما هو يعني انعكاس لواقع العراق المحتل منذ 16 عاما ونصف. ليس الأمر جديدا، لأن لا توجد هناك إرادة ولا قدرة على تحويل المسار في العراق إلى ما يخدم الوطن والمواطن. تيار الحكمة يعلن عزمه تسمية 22 وزير الظل، كيف تقرأ ذلك؟ أقرأه باعتباره لعيب لا تنطلي على المواطن العراقي. هؤلاء ليس لديهم أي إمكانية لتشكيل حكومة ظل حقيقية كما تسمى. هؤلاء ليسوا معارضة، هم بالأصل شركاء في كل الجرائم التي حدثت وتحدث في العراق، وهم شركاء في كل الخراب الذي نشهده في العراق. المعارضة عندما تكون وطنية يعني سيتاح لها أو ستتاح لها فرصة لبناء موقف مستقل وقيادة العراق إلى بر الأمان، لكن هؤلاء هم جزء أساسي من كل الخراب الذي حدث ويحدث في العراق. كيف تقرأ الموقف الإيراني من حكومة عبد المهدي؟ الحكومة الحالية لم يعني السلطة الموجودة الآن، سلطة عادل عبد المهدي، لم تنشأ أصلا إلا بتوافق أمريكي إيراني مشترك في العراق، وبالتالي فما يجري الآن يعني كله باتفاق إيراني أو برضا إيراني عما يجري، وكل ما نشهده من أحيانا حدة في الصراع أو في الموقف من حكومة عادل عبد المهدي فإنما هو جزء من توزيع الأدوار وتناغم المواقف بين الطرفين. نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر أستاذ مصطفى كامل.